اعمل رساله للمهندس هشام عزمي. نشوف مين؟ نشوف مين؟ هشام عزمي شخصيه جميله جدا، شخصيه محترمه جدا، شخصيه خلق عالي جدا، علم عالي جدا، يعني حاجه جميله جدا. انا شخصيه عن نفسي انا بحبها، ان انا عاشرته كتير ولعبت معاه، كان لي الشرف ان انا العب معاه. دايما في قاعده بتقول ان الحراس المرمى يعني شويه كده بيبقوا غير متزنين ومتوترين نتيجه طبعا الحمل التدريبي بتاعهم، او الشاق بيبقى والخبط والرزع وينط ويقع ويترمي وبتاع، فدي بتخليهم متوترين بعض الشيء. في منهم بقى بيبقى متوتر واداءه بيهتز في الملعب، وفي اللي بيبقى هادي. هشام عزمي من النوع يعني مستثنين من هذه القاعده، ان هو مش من الاجوان اللي هي بتتوتر او اللي هي غير متزنه يعني. مع احترامي طبعا لانه ابن مستثنين من الكلام ده، ان هو كان جول هادي جدا، مفيش العصبيه بتاعت اللي عند الحراس، ليه واقف في الجول ثابت هادي، دايما بيتكلم، ده محسسك بالامان، وده مهم جدا في حراسه المرمى. في بقى اللي بيبقى فيه برضه حراس برضه متوترين بس دمهم خفيف يعني. مثلا هتلاقي مثلا زي مثلا حسن علي، كان ليه حاجات لذيذه كده مع الجماهير مع اللعيبه. اكرامي نفس الحكايه، اللي كان قريب من الكابتن عزمي ثابت البطل الله يرحمه. فالكابتن هشام عزمي من الحراس المحترمين، يعني الواحد انا مهما اتكلمت عن الكابتن هشام يعني مش هديله حقه، لانه من الشخصيات اللي اثرت فينا يعني كزملاء يعني وكده. فطبعا انا يعني دايما اقول له يا كابتن هشام، انا على اتصال بالتليفون معاه، فيا كابتن عايزين نشوفك تعال. طيب ماشي حاجه، واتفقوا مره مره. قلت لزمايلنا الجيل بتاعنا يعني، وفي منهم جه وهو ما جاش. بعد فكره قال لي معلش والله انشغلت يعني، فكان لذيذ وبيعتذر بطريقه لذيذه كده. فانا كابتن هشام انا سعيد بيه طبعا، وشخصيته المحترمه، الخلق اللي عنده دامس الخلق جدا، مثقف جدا، كان جول كويس جدا، ومتحسش ان انت مش جول بقى اللي يحب يترمي وبتاع، لا هو كده يعني حاجات تغلط وهو واقف كده. فما يشمل الناس الجميله يعني. هتقول ايه لميسو؟ ميسو لو نص لعيبه مصر في اخلاصه وادائه في الملعب، كان لما يطلع من الملعب الشورت بتاعه بلون النجيله. بيعمل تاكلينج كتير، بيهين نفسه، وكان شويت ما حصلش طبعا، انما اداؤه في الملعب كنت تشوف الاخلاص، لازم يطلع ميت من الملعب، بيأدي اللي عليه وكان هاف باك شويت قوي، وبيدافع ويهاجم ومؤدب.